في الحوار في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغمت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة وسعينا للعمال تبقى النفس مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولها وسعينا للعمال تبقى النفس مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولها وبين العالمين احنا بين العالمين دولتنا تبقى الأولى. عجب سيرة الموت حسي من هنا هو سامح مالك؟ لا بس يعني أنا يعني على ما أعتقد إنه النظام بتاع علمية دلالي بيتغير كله يعني زمن الفوضى ده انتهى. اللهم الاحتراض في حكمك. جبت الكلام ده من وين؟ ده من الملاك ليه؟ أنا في ظل وتفضل يملوني؟ ليه شغال بزنبالك أنا؟ دي طبعا عبارة عن مساجلات ومثلغفات وحوارات بين المثلغفين زينا كده بتحصل وبنطلع بنتائج ايجابيه لازم نطبقها. ودار ده سلغي في شنو تطبقه؟ شوفي من هذا اليوم ومن هذا المنطلق ان شاء الله النظام في البلد حيتغير. الاكل بنظام، الشراب بنظام، الدخول بنظام والخروج بنظام، زمن الفوضى والعشوائيه بتاعتك دي تحت. سمح عرفتها؟ عرفتي شنو يا سيما؟ عرفتي شنو تحسي؟ الكلام اللي قلته ده كله بنظام. لا 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 ما تستعجلي، هذه هي العناوين، التفاصيل لسه ان شاء الله. ده سكسم ولازم يطبق. من ليه يا اخوانا؟ من قبيل بنظم ما وردني. ها رايك شنو؟ والله فكره سمحه. الا قالوا اخوي بيت الشارع ما خرب. اي اها شفتها من ليه؟ مين تغمد لي عيونك ديل كده فضيل مو كده؟ عاد في منو غيره كمان البلول اخوي؟ يا اخوي هوي شنو اي حاجه نحن دخلنا فيها؟ فضيل 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 فضيل، ما انا ماشي له فضيل ده يا اخي. فضيلنا كمان ما راسنا ودليلنا البلول اخوي. اسمع مليوه، فضيل ده كله اخوي مره سايقنا قدامه زي البهم، نحن ولم بغم ما انا ماشي. يا اخي نمشي ليه؟ اكان فكرته عجبتنا نمشي معاه، وكان ما عجبتنا سوي مشروعنا برانا. ما انا ماشي، ما انا ماشي له كله ماشي. وما نمشي له وازو نسوي مشروعنا برانا. هذا الكلام من قبل ما كان تنظم كده، لكن انت عامل ايه برانا بنقدر؟ هاش لنا شهرة. والله عامل ايه؟ يا اخو كلمه. ارى على فضيل. المدخل الرابع عشر. وهو اذا كان على انه يعني يتحدث. سمحة يتحدث. صح. يتحدث عن التخصصية. التخصصات يعني كل انسان يفعل ما يليه، بمعنى أقرب ليك ما ألقاك خضيلة قاعدة تجلدي لك في عنقريب، والله تمشي تحفري لي قبره وخلوا المويه تقول عشان يبرق مويه المطر، ده مو شغلي، ده شغلي ده تخصصي أنا، وأنا ما بخش المطبخ أحمر لي بصلة عشان تنحرق تقول لي حركت لي بصلتين. واضح الكلام ده والله ما واضح؟ ثانيا أي مشوار نمشيه وأي حاجة نشتريها لا بد أن تكون لها دراسة جدوى، وذلك لحصر الداخل والمارب. سجي ما أفضل بالدور تطفش مننا الجيران. جيران شنو؟ خليك الله دوري قبض قبل يعني ضل بحاسبه. جيران شنو؟ ولا تجري إن شاء الله ما تجيب كله كله. الجيران حشروا إنه جينا شنو؟ أنا بتكلم عن الصرف البذخي للمال. وأفضل خلك من كلامك المسيخ ده وقوم جيب لنا السكر. نتحدث عن مسألة السكر. اولا نحن عشان نجيب سكر هنا في هذا المكان لا بد ان يحصل فحص عام ونستشير خبير غذائي عشان يورينا كميه السكر المحتاجه الجسم عشان يتحرك خلال هذا اليوم وفي هذا المحور ومن هذا المنبر. ده كله طبعا بنظام يعني مفهوم. وحتى هو الراجل ده جنة. اها فضل كلامنا دريت هو شنو؟ شوف يا البلولة، من حيث المبدأ الفكرة ما بطالة، لكن هل أنتم عملتم لها دراسة الجدوى؟ جدوى شنو يا فضيل؟ بعين عليك الله فضيل كلام حسان دخلي. ها
هسه تحسان اتدخل هنا هنا البلوله. ما شايفك الايام دي ماشي معاه وده هو حديثه والله زول ده طرطش ساي. والله انا ما بطرطش الا لما انا باري لي بجم زيك ونكد. بالصحة عبد قالوا زول ده ترى كلامه كلام الطير في الباقين. سعيدك الله زي خبتك بالطربيزه زي الله بحاله. طير شنو باقي شنو يا اخي؟ يا اخواننا دراسه الجدوى انا بقول لكم دي يعني نشوف العصاره بكم ورده بالسمسم بكم وبطلع كم جركانه والجركانه ذاتها بتربح كم. طيب دي ما هينه نزلنا ناس العصاره وهم برونا بكم. خطا غلط. نحن لما عملنا مثلغفات مع بعض وانبثقت اللجان طلعنا بنتائج ايجابيه. لا بد ان يكون هناك مؤسسيه. انتهى زمن العشوائيه. لازم زول متخصص. طيب يا افضل الزول المتخصص ده يلقوا وين؟ راقدين ما لاقين شغل ذاته. راقدين؟ ايوه راقدين ومحتاجين كمان شخص يتابع لنا السوق ويشوف احدث الانواع من العصارات. ايش؟ مشروعنا مرقوا لنا في السهل. شوف يا سهل انت دايرين برضو مهندس تشغيل وفني. هالشي مصنع عرضين؟ عصاره عصاره عصاره. اسمع هنا بضير مش مشروعنا ده؟ خلينا نحن. والله خليته ده شيء بخصكم لا للعشوائيه. سكسم بس قفي عندك. ما هذه الثبهلليه؟ اتاخرت 5 دقائق وده اخر لي بالنظام الغذائي بتاعي انا. ضيع أراجيه يومك. وتحسان اختصر يا أخي اختصر نعيش لأن إحنا اختصر. البلولة أنت ممكن تمشي؟ يعني مستغرب يعني ما قاعد ساكت أنت ما يدن قعدت واحد عامل كذا قرنتين مجلحات. واصل هذا الواصل كلامك سمح ذاته وليه معنا. في نظام إلكتروني بربط المؤسسة بالمؤسسات الحولة بنظم معلومات لجام متابعة لمواكبة أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا. جميل. وفي دراسة تحليلية للمجتمع دي من الناحية العقائدية والقيم والمبادئ عشان تحدد موقف المستهدف من السلعة. يا سلام والله كلام درر كلام درر والله واصل. كده بقي عندنا مؤسسة مكتملة مكونة من عدة فروع متخصصة صح؟ صحيح. الفروع دي بتعمل مع بعض بتناغم وانسجام يتم إدارتها من خلال مجلس إدارة وهيكل وظيفي تنظيمي متفق عليه. مدير عام، مدير تنفيذي، موظفين، فنيين، عمال مهرة، عمال يومية إلى آخره. ما هي كلامك سمح تب. انتوا رأيكم شنو يا شباب؟ بلونا. الله مليوه. خير إن شاء الله. شنو أنا؟ كتر خيرك يا على فكرة. هاي. ده ممكن ينسحب على الدولة. يعني تبقى دولة بتاعت مؤسسات. الكلام ده خلي بشرح لك بكرة. عليه راحتك. أصلا دايما الدولة المؤسسية بتلاقيها عقبات زي ديل بيحبطوك ما تشتغل فيهم واصل. كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة بحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغمت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة وسعينا للعباد نبتل في اسم مسؤولة.